فوكس. صباح النور سيد العميد. بخير مثال وكيف المستمعات والمستمعين. شكرا لك على قبول الدعوة في المباشر نحكيه على تعاون الأمن في حلق الواد. نحب أكثر تفاصيل بعد البلاغ اللي خرج البارح من وزارة الداخلية. هو التفاصيل الصغيرة نجمو نعطيوها لكونه تقريبا 5:30 صارت عملية الطعن وين المنطقة نتاع المنطقة البحرية بحلق الواد. أيوة. وين تعرض عن حرس إلى عملية طعن من الخلف من طرف أحد الأنفار ثم لاذ بالفرار. تقريبا في وقت وجيز كان في قفزة أيدي الأمنية في مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي. وبطبيعة الحال ثم تحريات متواصلة فيه. نأكدوا اللي العون نتاعنا تم زيارته وعوده من طرف سيد وزير الداخلية وسيد أمير الحرس الوطني. حالته صحية مستقرة، تم رتقه بغرز من في يده في جنبه. بالنسبة لحالته الصحية مستقرة وبالتالي تم إحاطة بالشفاء الصحية إن شاء الله، تم إحاطة صحية ونفسية به من طرف الإطار الطبي والشبه الطبي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرس. العملية فين صارت بالضبط؟ في البرت ولا خارج البرت ولا بالضبط؟ لا مش البرت، هي المنطقة البحرية موجودة على طريق الرئيسي في حلق الواد. دونك العملية صارت في تقريبا في المحيط نتاع المنطقة البحرية. وحسب رأيكم كيفاش تصنفوها هذه العملية، خاصة أنه هذه المرة الثانية في ظرف أسبوعين معناتها أمني يتعرض إلى عملية طعن؟ هو بالنسبة للبحث تعرف أنت مازال جاري عند الوحدات الأمنية في الأمن الوطني. دونك ما زلت حتى كان ثم معطيات ما يمكن وما يسمح أن يذاع بطبيعة الحال إلا ما يصير فيه تنسيق مع النيابة العمومية. ما زال ثم باحث، ما زال ثم استجوابات واستقراءات. دونك نعطيه شوية وقت وبعد كان ثم حاجة تنجم معناها. وإحنا نحترم سرية الأبحاث ونحترم معناتها السرية في الأبحاث متاعكم وواجب التحفظ، هذا نتفهمه. يهمنا زيد السيد العميد حسام الدين الجبيب اللي باش نعرفوا شوية فكرة على الوضعية في صفاقس، لأنه الوضع حسب نداءة الاستغاثة وحسب الناس اللي قاعدة تتكلم وحسب زيد جريمة القتل اللي صارت زيد لمواطن في طريق المهدية، وبلغنا أنه آمر الحرس موجود على عين المكان. لا موجودين القيادات الأمنية، حتى مدير عام الأمن الوطني من الحرس الوطني، مديرين العامين الأمن العمومي كذلك والتدخل كانوا موجودين من البارح الغديك. صحيح صارت مواجهات، تعرف هي بعض خصوصية المكان اللي مانيش قاسمينها تونس بين الأمن وبين الحرس، لكن كلنا نخدم مع بعضنا. لكن العملية صارت في مرجع نظر الأمن الوطني، مختلف الوحدات كانت موجودة على عين المكان. تم تنسيق قامت به الوحدات الأمنية مع النيابة العمومية، أخذت الأذون القضائية والتراخيص القانونية. قامت بجملة من المداهمات، تم بعض قديش تقريبا نرقب المداهمات والإيقافات؟ صدقني ما نعرفش، باعتبار اللي ثم ما زال ثم عملية قاعدة تصير حتى حاليا، ما زالت متواصلة. وتم زملائنا في الأمن الوطني اللي ماخذين الموضوع بالبحث. بالنسبة لعملية الإنقاذ والهجرة غير النظامية، أعداد كبيرة قاعدين نسمعوا أنه من العيد معناتها الأعداد غير طبيعية، مش بالنسق العادي. لا مش بالنسق العادي، لكن نحكيك في فترة العيد شهدت كذلك 27 و 28 و 29 تقريبا 2068 مجتاز في الاقليم البحري بالوسط والاقليم البحري بالساحل. 2068 مجتاز تقريبا 1897 منهم في فرق جنوب الصحراء المهدية. لا في صفاقس المهدية وقرقنا. منهم 21 تونسي، 1867 منهم 21 تونسي. بالنسبة للمنطقة البحرية وصفاقس ونابل اللي خاصة الجماعة اللي خارج منسوسة والمستير الاقليم البحري بالساحل اللي فيه السوسة والمستير ونابل، ثم 189 تونسي ثم تم إحباط عملية الهجرة نتاعهم غير النظامية عبر بحر خلسة. وثم تقريبا معظم العمليات هي عمليات نجدة وإنقاذ، تعرضت فيما بعد المراكب نتاعهم للغرق. واضح. شكرا لك سيد العميد حسام الدين الجبيب اللي نطق رسمي باسم الحرس الوطني على كل ما أفتنا به، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، يعطيكم الصحة. شكرا سيرين.